وفي حوار خاص ايضا للتلفزيون المصري اكد المحامي الحقوقي عمرو امام ان مناقشه موضوع عدم التمييز في الحوار الوطني يحمل اهميه كبيره في الوقت الراهن، واشار الى ان اهميه انشاء مفوضيه مكافحه التمييز امر ضروري. حنعيش التمييز نفسه ده طرح مهم جدا 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 في الوقت ده. المخرجات ليها علاقه بحاجات كتيره جدا، انا حتى قلت ده في كلمتي، ليها علاقه بالمجتمع نفسه، يعني حتى لو الحكومه او الدوله عندها رغبه في ان هي تعمل مفوضيه لمكافحه التمييز، الوعي الجمعي المصري في مشكله ضخمه ليها علاقه بان التمييز هو سمه اساسيه موجوده وليها علاقه بالتفاخر. يعني التمييز هنا هو الاستعلاء، التمييز هنا هو العنصريه، التمييز هنا هو التنمر، وفي مصر تحديدا كل اي حد اعلى من حد درجه بيمارس عليه التمييز.